يعني شو بدي يعني؟ سناوري سناوري. ما عاد احسن، امي بلشت تشتلق علي. تشتلق؟ تشتلق على شو؟ صايرة ما عم تشوفني الا وانا حاملة كعكة وقادرة عم ارقش فيها. شو يعني اكل كعك يعني حرام ولا ممنوع يعني؟ امسكي امسكي. مو دلال، عن جد ما عاد احسن اخذ منك ولا كعكة. ايه علي جيرة غير تاكليها. بطل بوصل كعك للزباين ها، وباكل قتلة من المعلمية حشكو لبك. كليها. خير لك رويدة؟ شوفي لك فهميني فهميني شو الرواية رويدة فهميني رويدة احكي رويدة قطعتي لي قلبي وداع وداع يا حبيبي الفؤاد شو هالحكي مل مل ملي يا جميل ملي شو بدي ملي ملي نظرك مني هي آخر مرة راح تشوف فيها وشي ولي لك شو صاير يا رويدة؟ شو صاير ليلي؟ جايين قريبين أمي من يبرود لعنا وأمي عم تلطش وتسمع شو عم بتنق وتلطش؟ عم بتسمعني بي بي يا عريس رويدة بلا مزح رويدة هر قلبي رويدة لأمتى يا جميل أه؟ لأمتى رح ضلني أرفض عرسان كرمالك؟ هاي 3 سنين وأنا عم برفض عرسان وما عم خلصنا لا من أمي ولا من إخواتي تحمليني رويدة تحمليني بس شوي يعني لبين ما ي... لبين شو يا جميل؟ يعني لبين يعني ما تتيسر محاسن محاسن؟ وشو دخلها محاسن؟ شلون شو دخلها يا رويدة؟ ما هي المعرقة اللي علينا شلون؟ ما بقيتنا ضيق يا رويدة وإذا تيسرت محاسن نتفرفد أنا وأمي بالبيت لك هروب هروب إيش أدمي ولي هروب ولي بسكليتي بتنبي علي برودي يا فندي إنه يتجوز من صبايا القلمون ها بيكسر رجله إذا تعتبنا حبيتكم يتجوز من نبت أختي يتجوز من نبت خليت أعمل هريسة تفضلي هاي كعكة هلا وقت الكعك شفتي لك امي جيتي على كلامي هي صار ينط وما يحط يا امي طلعت الشغله مو بايده بايده ولا برجله يا امي لازم تلاقي لي حل لهالقضيه انفخ قلبنا بقتل الكعك وكلام الغرام ووقفتك على الدراج والاساطيح بس انا خايفه يصدق ويضيع من ايدي يا امي يا امي لا تخافي رجال ما بيجوا غير بالنعورة شكلي قاسي الحقيني مرحبا ابو المسواد اهلا يا مسعود نوري صباح الخير يا مسعود اهلا الصخر حول رضا نعم يا بي الشغل اللي بين ايديك مطول تكتين ثلاثة يا بي تكتين ثلاثة وبيكون خالص بس بينما يخلص أبو النسوان المسكليتة مطول اللي بإيدك يا راضي خلاص يا بي شوفه هات لشوف هات إيدك إيدك لشوف منيح الله يرضى عليك رضا قوم حبيبي قوم نطلع عند أبو النسوان وجيب البسكليتة وحمل عليهم الكراسي لبين ما تحملهم بكون أخوك راضي خلص الشغل اللي بين إيديك أخوك باقي عليه شوية شغل روح كفيهم عنه بسرعة أوام بسرعة سيك كمل عني خوك اي خلاص فهمنا اعود شو يا خلاص البسكليت رضا وصلتني صورة شي دمعة على كيف كيفك وشغل وين شغل برا يابا فوت بالقلبك بشي نظرة لا خلاص عشية بمر عندك وبشوفها على رواق خالصة البسكليت يعني خالصة ما؟ خالصة يا بشري دوري دير بالك على الفرام لف هيدروليك لف على قد الشوء اللي فعلوني يا جميل سلم
اهلا جميلو. زين حوين؟ مستعجل مستعجل. خير الله خير اخي. بتحط لي كيلو عوامة سخن من تحت بياتها. خير خير الله لاخر درجة. ها مو على راسي من فوق فوق معلم. حط له كيلو عوامة على السريع. خير ليش والعجلة؟ يعطيك العافية حوزاني. يا سيدي اليوم عنا لازمة وتأخرنا. خير هيك لازمة. لك فهمت لازمة بس لازمة شو؟ يا سيدي عقبال عندك. لك كنت تخطب من وراي جميلة. هي خطبة بس مو إلي. مو إلها؟ لكلمي؟ خطبة يعني. خطبة هي يعني. يا سيدي الخطبة هي. لك خطبة مين فهمني؟ المحروسة أختي. أختها؟ مين أختك؟ أنا واحدة منهم؟ يعني هي بقية غير عنا. لك مين فهمني؟ يا سيدي الخطبة هي خطبة أختي محاسن. محاسن؟ حاتم شو صار لك؟ قوم شلوس قوم شلوس. اليوم جايين قرابين خالي مدحت من هي جبات الخشب وعطيته. والله يا حاتم الظاهر الوالده بدها تعطيه. وانت جميل شو رايك؟ يعني بترجع القصه للاسم والنصيب. شو معلم جوز العوامه؟ حط له اياه هون. يلا سلموا على حتوم. مع السلامة. شكرا حوزاني. ان شاء الله بتاكلوهم منها. مع ألف ألف سلامة. خاطرك حتومي؟ الله ما. نعم شو هالمصيبة؟ شو هالخبرية اللي لا على البال ولا على الخاطر؟ يرضى عليك رضا. بتوديهم وبترجع بسرعة. ما بقى إلا تجي أختك. ها؟ حاضر يا أبي. يا بي شو صار شي؟ لك بشو؟ بال لك بشو انطاها الشهرة بقى؟ بالتخت. هلا نحنا ما لنا سيرة غير هذا التخت؟ لا يا بي بس كنت عم ذكرك يعني. لعيت لي قلبي. هلا كل نص ساعة بدك تذكرني؟ داخلي منك. ها رضية طول الليل بتضل عم بطلع بس وتخانق. انا ما عم بعرف نابنه ابنه. ورضية عم تقول انه انت طوار الليل عم تشخر وهي كمان ما عم تعرف تنام نوب نوب. وانا ما لي عارفة مين الصادق بيناتكم. انا الصادق يا بي. ها واختك عم تقول انه هي الصادقة. طيب اطلع علينا بالليل شوف مين الكذاب فينا. بدك يعني اعمل لك حارس واقعد طوال الليل ناظرك انت واختك؟ شو قلت يا بي؟ خلص يا بي لح ادور لك على بطيخ على تخت. بس يعني لعيت قلبي خفف لي هالنق شوي. انت يا بي عن قريب عن قريب. وان شاء المدرسه يا بي. شبه المدرسه كمان قربت تفتح. ها ان شاء الله بدك تركب على التخت وتروح على المدرسه. شو دخل التخت بالمدرسه؟ علوم يا بي. شلون يعني؟ مشان اعرف نام منيح وادرس منيح. ها هي راحت عن بالي. ولا ما بدك يعني اطلع الاول بالمدرسه؟ يا صبر ايوب لح اجيب لك تخت. لح اجيب لك بس على شرط. ها ما بقى تجيب لي هالسيرة بنوب. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت أبي بس لا تطول. استغفر الله العظيم يا رب. هلا أنت ما بتعرف تقلب لي هالأسطوانة؟ ما بتعرف؟ اقلبها لك ابني. اقلبها وروح لشغلك. يلا. شو يا با ما جعتوا؟ لكان ما جعنا. ما بقى إلا تجي رضية. ايه الوداع الوداع يا ساكن الوريد الوداع. لك شبك ليش عم تتنشوقين؟ شو وداع ما وداع؟ فهميني لشوف شو القصة. خلاص خلاص عهد الهوى بيناتنا يا حتومة منقطع. شو اللي انقطع؟ حبل الوصال. لك شو وصال وحبال وبطيخ مزنر انت التانية؟ لك يا محاسن فهميني شو اللي جرى؟ شو اللي صار؟ عم قل لك انتهى عهد الهوى بيناتنا يا ساكن الوريد والحشا. معناته كلام جميل مظبوط. وقريبين امي ما عاد الا يصلوا من جبات الخشب. لك لسه بتقلي خشب وحديد؟
شو يعني خشب وحديد؟ لك انت لسه ما بتعرفيني، اذا طلعت معي بيطلع لفوق لفوق. لك وينك؟ هدي بردتي، هدي بردتي. وينك؟ انا مستعد اقلب الدنيا فوقاني تحتاني، ما خلي ابن حرمه يحلم بضفرك، فهمتي ولا لا؟ بعدين وينك؟ انا بدي خلي المذابح تصير بالحواير والدم للركاب، فهمتي؟ قدر حبنا ينردم تحت الخشب حتومي. عم تحكي عن جد انتي؟ لكن عم امزح. العمى؟ لك وانا؟ انا يا محاسن بهون عليكي، انا بهون. ما بتهون يا حاتم، بس الشغله طلعت عن دوري، بعدين قصتنا طالت كتير كتير. بعرف انه طالت كتير، بس علي الجيره مو مني، مو غصب عني، يعني مو بايدي. كان بايد مين؟ بايد مين يا حاتم؟ ما تقول. بايد اختي حلوه. وحلوه شو دخلتها بيناتنا يا حاتم؟ هلا انت يعني يا محاسن ما بتعرفي هي الطنجره وغطاها. طنجره؟ وهلا شو جاب سيره الطناجر؟ ما دخل الطناجر، قصدي يا محاسن نحن حالتنا بالبيت كتير ضيقه وعم نستنى حلوه لتتيسر. ايه لكن شو ايه لسه بتقلي ايه؟ هلا لما بتتيسر حلوه بتفضى اوضتها، لما بتفضى اوضتها بقدر اتجوز انا، يعني بخطبك وبعد شهر شهرين منطق اجوازة العمر. شو قلتي؟ طيب يا حتومه، وبلكي حلوه ما تيسرت بعشر سنين، عنس انا؟ عنس انا وختير بتروح علي وانا عم انتظرك. حلوه بدها تتيسر بين يوم ويوم باذن الله. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، بس انت خديني بحلمك، طولي بالك علي شوي. اجت امي. هروب لك امي. امي هروب. وينك؟ صرفيني نظر عند تبع شباك الخشب والا بحوله لانشارت حديدها. هروب. حاتم يا اجت امي. شو رأيتي بكلامي؟ ما بعرف يا رويدة، أنا خايف إنه حاتم يصدق كلامي ويعمل بحاله شي شغلة. لا تخافي، والله ليصير يحبك ويتعلق فيكي أكثر. يعني أنتي هيك قلتي؟ إلا كان هيك قلتي، وبكرة بتشوفي. بس اختي حاتم، أنت سمعتي بإذنك، طلع الموضوع مو بإيده. هلا روحي البسي مانتو وتركي الباقي علي، يلا قوم. لشو المانتو؟ لنروح نشوف حلوة، يلا قوم.